عارف اني ماليش عين واللي عملت كل حاجة تغضبك، بس اتكفلت كل البيبان ومفضلش غير بابك وتكريم يا رب. حضرة الضابط ده حكم بالإعدام ومع التنفيذ النهارده، ده إن لم يكن اتنفذ فعلا. وبعدين المسألة مش سهلة، أنت دارس قانون يعني لازم يكون في أدلة جديدة وقوية عشان ننظر في الالتماس ده. بعد إذن سيادتك يا فندم، كل الأدلة قدام سيادتك. وبعدين الراجل ده شاهد الإثبات الوحيد في القضية، بيعترف قدام سيادتك إن هو شريك في الجريمة وبيغير شهادته، وأعتقد ده دليل كافي لإيقاف تنفيذ الحكم. وانت وصلت للقاتل الحقيقي يا حضرة الضابط؟ وهتقدر تجيبه؟ هقدر اجيبه يا فندم، لانه للاسف اخويا طه صالح الجناوي. قررنا نحن النائب العام وقف تنفيذ الحكم بالإعدام في القضية رقم 572 لسنة 2018 جنايات قنا، الصادر ضد المتهم مسعد هتلر حيدر الطحاوي، والتحفظ على المتهم محمود عواد عصام عواد، وضبط وإحضار طه صالح القناوي. الحمد لله على السلامة يا زين. ايه الدوشه اللي بره دي يا والدي؟ عربيه الشغل يا اما. من متى بتيجي البيت بعربيه الشغل؟ عشان انا جاي في شغل. شغل ايه ده؟ انا جاي اقبض على طه يا اما. ايه تقول؟ ايه بتقبض على اخوك يا زين؟ جاي تقبض على اخوك؟ اللي قدامي ده مش اخويا، اللي قدامي ده مجرم قتل امه ويتم طفلها وحرمه من ابسط حقوقه انه يعترف بنسبه ليديله اسم اب. انت بتقول ايه؟ بقول الحقيقه، اللي على دراعك ده والد طه. هو اللي قتل امه، اللي على دراعك ده حفيدك يا امه. بقول الصح ولا بتبلى عليك يا طه بيه؟ طول عمرك صح يا زين. انت جاي تاخدني دلوك بعد ما خدت كل حاجه في حياتي، حب ابوي وسيرته حتى ورثه انت اللي متحكم فيه. كنت كل يوم بمد لك يدي علشان اخد منك المصروف مع انه حقي. عشان الكبير خدت حنيه امي بعد ما فضلتك علي مع ان انا اللي ولد بطنها. خدت القلب اللي حبيته في حياتي ليلى مرتك يا زين. مرتك. خدت الماضي والحاضر وجاي دلوقتي تاخد مستقبلي. عارف ليه يا زين؟ عشان الناس. الناس يا زين، علشان الناس تسجف لك وتقول زين بيه، وتقول ايه؟ زين بيه قبض على اخوه، زين بيه طبق العدل، زين بيه ما خدش القسم. صح يا زين؟ زين بيه ما خدش القسم. يلا يا زين، يلا يا زين، خدني يا زين، خدني يا زين بيه، يلا يا زين.
كل الكره ده شايله لاخوك، كل الكره ده جواك ليا واكتر يا زين، واكتر على قد ما انا كنت ندمان اني قتلت مريم، على قد ما انا كنت هفرح لو لبستك القضيه. لبستنا انا هطاع ليه ده بس؟ سعيد يا مريم، لا لا يا زين، زين ابوس يدك يا ولد عشان خاطري، حلم على يدك. بعد الاطلاع على الأوراق حكمت المحكمة حضورياً أولاً ببراءة مسعد هتلر حيدر الطحاوي من التهمة المنسوبة إليه، ثانياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم طه صالح القناوي بالإعدام شنقاً. لا رفعت لا الجلسة. Thank you.
أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأرعى سلامة الوطن، وأؤدي واجبي بذمة وصدق.